الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أنت معي؟ وتكلمت قالت تصدق وتصدق عنها قال نعم. وتعرف يا أبو معاذ سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما جاء الله سلم وقال يا رسول الله عندي خراف يعني حق تمر أفتصدق أن أمي؟ قال نعم. وهذا دليل أن هالوقف الآن فرصة لنا اللي أمه ميتة اللي أبوه ميت اللي ينوي الأجر له وكذلك الدلع على الخير إيش كفى أنا في أيام فضيلة حتى أرضى الشيخ العثيمين سمعت يقول لو أنفقت ريال في 10 الحجة وريال في 10 رمضان أيهم أفضل؟ ذي الحجة نعم ذي الحجة. ولذلك عليه السلام قال إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم إيش لكن لو رجع اختلف الوضع. يا سلام احنا الان في العشر فصيله الانفاق فيها اعظم ولا والمكان مين مكان الوقف وين مكان مدينة الله عليه وسلم وبين الحرم وقبة. الشاهد انه ينبغي الانسان يبذل ليش لان الله تعالى قال ابن ادم انفق عليك واذا انفقت انت المستفيد من الصدقه وما تقدموا ليش لانفسكم الله يقول ما تقدموا لانفسكم تجدوه عند الله يعني تصور ولا تشبيه ولا وشتانا بين التشبيه انه الواحد اذا جاك مسؤول كبير غالي عليك نفرض ملك البلاد قال لك يا فلان عطنا وش رايك تعطيه ولا ما تعطيه اللي عندك تفرح وتفتخر والله طلبني الملك قال اني ابي المكان فلاني فكيف ملك ملوك ومن يبخل فان بخلت الله قال ومن يبخل فانما يبخل على نفسه نحن نفسه معه والله الغني وانتم الفقراء هذا نص الايه نعم ها انتم تدعون لتنفقوا اللي دعانا من ملك الملوك الله نحرص الحقيقه يعني هالوقف مبارك وانا وقفت عليه بنفسي وشفته وقريب الحرم النبوي وبعدين ريعه ما شاء الله لمناطق كثيره بشرى لطيبه من نبي تحيا وتآفى ولمن تصدق او عساه